واخذنا سم بيست ديفينشنز في المحاضره الماضيه اللي هم الرولز اللي راح نستخدمهم. ايش الهدف من هاي الرولز والثيورمز والبستليتس اللي راح ناخذهم؟ الهدف منهم هو عمليه سمبليفاينج لللوجيكال اكسبريشن. ايش النتيجه من سمبليفاينج اللي هو اللوجيكال اكسبريشن؟ النتيجه انه اللوجيكال جيت دايجرام راح يكون سمبل، وبالتالي السيركت اللي بتمثل اي فانكشن راح تعمله راح تكون فيري سمبل اند فيري سمول. اوكي، فاذا عمليه سمبليفاينج الاكسبريشن از فيري امبورتنت، لانه بناء عليها بيتم عمليه اي سمبليفاينج للسيركت في النهايه اللي هي اللي بتعمل الفانكشناليتي اللي بدك اياها. اوكي، فاذا خلينا نشوف الرولز تبعت البوليان الجبرا ونشوف اللي هم اكزامبلز على عمليه السمبليفيكيشن للفانكشنز ان جنرال. سو وي ستارتد وذ ذس. We started with these basic definitions: z equal x and the other thing we're going to do is x y x x y that over x and y. And the current is z. Of course, we know that the true and the false. The true is one, the false is zero. Okay. The or, for example, we're going to talk about the conditions that are added. Sometimes we can talk about z. Sometimes we can talk about or. Sometimes we can talk about sum. Same thing. Sometimes we can talk about and. ممكن نحكي x y مباشرة، ممكن نحكي product of x and y. This is product of x y. This is sum of x and y. بس هو المقصود فيها في النهاية اللي هي الاند والاور. اوكي، النط اللي هي عملية الانفرت او اللي هي انفرت للفاريبل. طبعا كل الفاريبلز بيعتمدوا بس تو فاليوز، يا زيرو يا 1. طبعا النط اللي هي ممكن اعبر عنها في الكومبلمنت للفاريبل، او اللي هو نحط اشارة التك او الفاصلة او single quotation بعد اسم الفاريبل، واللي بتعطينا اللي هي ايش؟ الاكس برايم. اوكي، كانت تحكي اكس كومبلمنت اكس برايم، نفس ايش؟ نفس النتيجه ونفس الفرق. فاذا كانت الزد تساوي ايش؟ اللي هو الاكس، اذا كانت 1 معناته الاكس كومبلمنت 0 والاكس برايم 0. اذا كانت الاكس ايكوال 0 معناته الزد الاكس كومبلمنت راح تكون 0 والاكس برايم راح تكون 0. اوكي، طيب وين الجبر؟ طبعا الفاريبلز بيحتملوا زيروز وانز، والان في عندنا صم لوز اللي هو الاكس في الواي، طبعا التبادليه الكومبيتيتيف اللي هو اكس اند واي، واي اند اكس، نفس الشيء اكس اور واي، واي اور اكس. اكس طبعا هاي بنسميها الايدنتيتي، انه ايش؟ انه بيعطيني الفاريبل نفسه اكس اند 1 بيعطيني نفسه، اكس اور 0 بيعطيني الاكس نفسه شو ما كانت قيمه الاكس. اوكي، شرحناها في المحاضره الماضيه. اذا في اي استفسار stop me and mute your mic and ask anything you want. Complement. For example, if you add anything with its complement, اذا عملت ending بين اي variable والcomplement تبعه النتيجه راح تكون ايش؟ زيرو. اوكي؟ Oring اي variable مع الcomplement تبعه او مع البرايم تبعه راح يعطيني ايش؟ 1. Easily، لان اذا كان زيرو بصير زيرو اور 1. اوكي؟ اذا كانت 1 بتكون 1 اور 0. طيب، فإذا هذه ايش؟ هذه الرولز اللي اخذناها في المحاضرة الماضية، اخذنا ايش اسمه الدواليتي اللي هو الأقواس فور اكزامبل، وبدك تفهم هذول على أساس انك يعني تكون سمبليفيكيشن فيري ايزي فور ايفري ون، واتس فيري جود ايديا انه كل واحد يكون في معه الآن قلم ويكون في معه ورقة على أساس انه رايحين ناخذ سم اكزامبلز وتحاول تعملهم باي يور سيلف. يعني I will give you example وأنت ايش تطبق هاي الرولز عشان تعمل سمبليفيكيشن. اوكي؟ فإتس بيتر إف يو هاف أ بين عن بيبر ريدي وتسجل ايش ملاحظات وتسجل ايش الاكزامبلز وتحاول تحلهم. طبعا الاكس اند هذا الاكسبريشن، طبعا احنا حكينا البيورتي دائما بتكون الاقواس اكس اند اللي هي الواي اور زد، نعمل ايش هنا اللي هو عمليه ديستريبيوتيف اللي هي بتصير اكس اند واي اور اكس اند زد. اوكي، اكس اور نفس الشيء اكس اور واي اند اكس or x and x or y and x or z. اوكي، هذا بيعملنا distributive للor على ايش؟ على اللي هي على. طيب theorem 1 x and x x x or x equal x. فاذا اي شيء and or between the same variable بقينا ايش؟ variable نفسه. اوكي، فاذا هاي نوع من الايدنتي. X and 0 دائما 0، X or 1 دائما ايش؟ 1. Any variable or 1 دائما ايش؟ equal 1.
Any questions so far? Okay. X prime prime. إذا أخذنا two complements لل variable يرجع ال variable نفسه. Okay. منطقيا لو كان ال variable zero complement الأول راح يعمله one. Complement الثاني راح يعمله إيش؟ zero. راح يرجع مرة ثانية X زي ما هو. Okay. فإذا ال prime لل prime لل X X. مش بس ال X أي variable. الكومبلمنت الكومبلمنت لاي فاريبل هو الفاريبل اتسلف. اوكي الاسوشيتيف ديستريبيوتيف طبعا الاقواس تقدر تزيحها على اليمين او على اليسار زي ما بتكون هنا الاقواس اكس واي هون تقدر تعملها هون ايش واي نفس الشيء هنا اذا كان كلهم اذا كانوا كلهم في كورس اذا كانوا كلهم ايش نفس نفس الساين اذا كانت اور اور فاذا تقدر تعملها بهذه الطريقه اكس اور والاقواس بين الواي اور. اوكي بس اذا كانت كانت مختلفات زي قبل شوي ما شفنا اذا كانت هذه اند وهذه اور تختلف الوضع بنعمل ديستريبيوتيف للاند على الاور تصير اكس اند واي اور اكس اند زد. اذا كانوا هذول مختلفات نفس الشيء اكس اور واي اند اكس اور زد. اوكي واخذنا اللي هو البي مورغان ثيورم هي ثيورم 5 اللي هي الكومبلمنت، الكومبلمنت للإكس أند واي تعكس كل شيء. يعني الإكس شو بتصير؟ إكس برايم، الأند بتصير أور، والواي بتصير واي برايم. نفس الشيء هذه اللي هي بدك تعكس كل شيء بتصير إي أند بي، أوكي؟ هاي الأشياء كلها أخذناها، وهذول نفس الإكزامبلز تقريباً. الآن الإكس أند، طبعاً هذه يعني هذه الحقيقة ترى إحنا أثبتناها بس باللي هي تعويض الفاليوز عن طريق التروث تيبل راح ناخذها شوي كيف نعمل التروث تيبل اللي هي انه x and x or y equal x. اوكي طبعا اللحظه الاولى اللي هي راح تعطيني هذه x or xy. اوكي x or xy اذا ما اسمها اللي هي تساوي x. طب كيف اعوض الفاليوز طلع التروث تيبل تطلع معك نفس الشيء x or x and y برضه ايش equal x اي variable الاكس اي فاليو بهي الطريقه بيعطيني هذه ثيورم 6 وهذه ايش بنسميها الابسوربشن. اوكي طيب اني كويستشن سو فار البريورتي بتكون للبرانثيسيس بعدين للنوت بعدين للان بعدين اخر شيء للور. اخذنا هذا الاكزامبل اخذنا كيف بدنا نعمل ايش كومبلمنت لكل هذا الاكسبريشن بدك تعكس او تعمل برايم لكل الفاريبلز كومبلمنت لكل الفاريبلز وبدك ايش تعمل تغير الاور للاند والاند للاور لكل اللي هو الاكسبريشن. اوكي كانت النتيجه اللي طلعنا معها اللي هو هذه فهذه هي عباره عن حقيقه هي نفس الكومبلمنت لهذا الفانكشن. اوكي فاذا حقيقه كان يعني سؤال زميلكم انه هنا النتيجه لو دخلنا هنا هذول الفاريبلز اعطيناهم فاليوز والنتيجه طلعت واحد لو طبقنا هذا الاكسبريشن ما تطلع معنا النتيجة واحد. هذا الاكسبريشن نفس الاكسبريشن هذا نفس الاكسبريشن هذا نفس هذا نفس هذا نفس هذا نفس هذا. اوكي فاذا using دي مورغان ثورمز دي مورغان دائما متعلق في الكومبلمنت يعني معظم الاوقات انه how to do find complement هذه very fast review for is the things we took already. في احد عنده اي question على اي واحدة فيه اوكي اذا ما في questions معناته ايش let's start with examples خلينا ناخذ examples على عملية simplifying راح يكون موضوعنا في الشابتر هذا والشابتر القادم اللي هي simplifying يعني two chapters for simplifying simplify the following boolean function to minimum number of طبعا هذه ايش literals literals ايش مقصود فيها اللي هي طبعا literal اللي هي يعني حرف والله لساتك بصفحة ثانية نقول لساتك بالصفحة الثامنة بس خلص هي قلم في بطء في الانتقال يس طيب simplify the following طبعا هذا يعني هذا اكسبريشن راح تشوف لو simplify the following boolean functions to minimum number of literals طبعا هذا ايش بنسميه function هو حقيقة مش function function لازم يكون f equal بس هذا يعني اكسبريشن بنسميه كيف ممكن نعمل اللي هو for example simplify لهذا الاكسبريشن. It's very easy by applying rules اللي اخذناهم قبل شوي.
طيب تيك 1 مينت ومين بحكي لي ايش يساوي هذا الحكي. المفروض ان يكون الجميع معه قلم والجميع معه ورقه والجميع بده يكتب والجميع يحاول ايش يعمل. طيب الاولى مين بيحكي لنا كيف ممكن نعملها سمبليفاي وايش راح تكون النتيجه؟ طبعا لما نحكي المينيمم نمبر يعني ما بنقدر نختصر اكثر من هيك، يعني هو اخر رقم او اخر اكسبريشن ممكن مينيمم نوصل، يعني ما بنقدر، يعني احنا حقيقه ممكن نوصل لا اكسبريشن ولسه ممكن نعمل سمبليفاي. لما نحكي المينيمم معناته ايش؟ لاخر مرحله اور لوست ليفل اوف مينيمايزيشن. دكتور الاولى بنحط الاكس زائد اكس برايم زائد واي صح؟ اكس زائد اكس برايم نحطه بقوس بعدين زائد واي بتصير واحد زائد واي. طيب بس مين اللي بحكي لي؟ بس اسمح تنفع بدال سيف. سيف اذا الحل الاولى طبعا واضح جدا شو بدنا نعمل ديستريبيوتيف اللي هي ليش؟ اللي هي للاور على هذولا. فاذا ايش بدها تصير؟ اكس اور اكس برايم يس اكس اور اكس برايم اند اكس اور واي. شايف اكس اور اكس برايم ايش معناتها؟ اللي هي ايش بتعطيني دائما؟ بتعطيني واحد. فاذا ايش راح تكون النتيجه؟ النتيجه راح تكون ايش؟ سيف مره ثانيه. دكتور بتصير واحد اكس زائد اكس برايم واحد زائد واي ما بتصير كلها واحد، بتصير اكس اور اكس اللي هي اكس. بعدين ايش بدها هاي في اند هون اللي تنساهاش اكس اور اكس برايم اند اكس اور واي. اوكي الاكس اور اكس برايم اللي هي كم قيمتها؟ بدها تصير واحد فبتختفي. فايش بصفي عندي اخر شيء؟ بصير واي اخر شيء بتساوي واي. طيب مين في عنده راي ثاني؟ طيب خلينا نشوف اللي هي طبعا محلول لهذه موجودين. نطلع اكس كيف بنعمل بهاي الطريقه اكس اور اكس برايم طبعا بعدين هون في عندي اند مش هيك؟ لازم اكس اور طبعا هون اند اكس اور الواي. طبعا اكس اور الاكس برايم حكينا وفي قاعده عندنا بتحكي لنا ايش هتساوي دائما واحد اكس اور اكس برايم. فاذا 1 نلغيها 1 اند اني ثينج هو anything. فإذا ايش راح تصفي معي اللي هي x 1 and x or y. فالنتيجة النهائية ايش راح تكون x or y. Yes. مظبوط الوضع هيك؟ سيف مظبوط؟ تمام. طيب الثانية مين بحاول يوضح لي الثانية كيف حصلنا على الاكسبريشن بهي الطريقة؟ طلع عليها فكر فيها شوي تذكر بدنا واحد يوضحها تفضل. بس تعلي صوتك يا بيز. علي صوتك حط اكس x and or x x and y ما دخلنا الـ x عليهم فتوزعت الـ x عليهم ما دخلنا الـ x عليهم. وانا طبعا في عندي هون بتتذكر هون في عندي ايش هنا اللي هي ايش and ايش دوت ايش فيها and x and x اعطينا زيرو and على الـ ايش على فإذا شو صارت عندي x and x prime اوكي بعدين ايش or x or x and y x and y. طيب هذا الاكسبريشن صار زيرو. طب ليش صار زيرو؟ لانه اي فاريبل and الكومبلمنت تبعه شو بيساوي دائما؟ زيرو. مش هيك؟ لانه واحد منهم لازم يكون زيرو. اذا كانت قيمه الاكس زيرو فبتكون هذه ايش؟ زيرو. اذا كانت قيمة الاكس واحد
and الاكس برايم 0 توصل هي 0 فجي من جهه حتكون هي 0 فاذا ايش في النتيجه النهائيه اللي هي 0 اور اكس واي. طب 0 اور اكس واي معناته ايش؟ الديبندز على الاكس واي 0 ولا شيء دخل، لانه اذا كانت هي قيمتها 1 معناته 1، اذا كانت هي قيمتها 0 راح تطلع نتيجه 0. فاذا ايش النتيجه النهائيه راح تطلع معنا اللي هي اكس واي. اوكي، فاذا الطريقه هذه عملنا سمبليفيكيشن لهذا اللي هو لهذا الاكسبريشن. واضح الجميع؟ في احد عنده اي سؤال؟ طيب اذا ايش اللي عملناه احنا؟ وي ار ابلاينج الرولز اللي احنا اخذناهم قبل شوي. طب خلينا نجي الى السلايد اللي بعدها. الان وي هاف ايش اسمه الفانكشن؟ الفانكشن بيكون عندنا اللي هو البوليان فانكشن بيكون بالطريقه هذه الاف ايكوال. طبعا بيكون في عندي مكون من مجموعه من الانبوتس، طبعا هذا الاوتبوت راح يكون اللي هو الفانكشن الاوتبوت، وهو مجموعه من الانبوتس. طبعا في عندي الاكس اور الواي برايم زد. اوكي، فاذا هذا ايش بنسميه؟ هذا الفانكشن زي الفانكشن تبع الرياضيات، مكون من ايش؟ ايكوال من فاريبلز وعمليات اوبريشنز بتوين ذيس فاريبلز. بس تذكر انه الاوبريشنز اللي هون ايش هم بيكونوا دائما؟ اللي هم الباينري اللي هم يا اور يا اند، واحيانا بيكون اكس اور ونور بعدين راح ناخذهم. اوكي، فاذا اكس اور واي برايم اند زد. اوكي، فاذا هذا الفانكشن. الان في عندنا شغله جديده، انه كيف ممكن نعمل بيلد لتروث تيبل يوزنج هذا الفانكشن. طبعا التروث تيبل راح تكون مكونه من كم فاريبل؟ لازم نحط كل الفاريبلز اللي موجودين في الاكسبريشن. ايش هم الفاريبلز او الانبوت فاريبلز خلينا نسميهم اللي موجودين في هذا الاكسبريشن؟ اللي هو الاكس، في عندي الواي، في عندي ايش؟ الزد. واحد بيقول لي لا هاي واي نوت. واي نوت او هي اصلا واي، تقدر تاخذ النط للواي، فاذا هي ايش؟ واي، فاذا اكس واي زد، فاذا هذا اللي ايش؟ هذول هم الانبوت فاريبلز اكس واي زد. اوكي؟ طيب الان شو بدنا نسوي لما نعمل بدنا امبلمنتيشن لفانكشن باستخدام التروث تيبل؟ لازم نحط كل الكومبينيشنز، يعني كل القيم اللي محتمله للاكس والواي والزد. فاذا رايحين نبلش في ايش؟ القيم. طبعا هم كم فاريبل؟ واحد كم كومبينيشن راح يكون في عندي موجود هنا؟ 2 للقوة 2 to the power 3. ليش 2 to the power 3؟ لأنه أنا في عندي 3 variables، إذا كانوا 4 variables كم كومبينيشن راح يكون في عندي؟ 2 to the power 4. بما عندي 3 variables معناته هون راح يكون في عندي 2 to the power 3 different combinations، يعني ما في اي واحده منهم بشبه الثانيه. فاذا 2 to the power 3 لي 8 راح يكون عندي كم؟ 8 كومبينيشن. اول كومبينيشن ايش المقصود بالكومبينيشن؟ انه تكون قيمه الاكس 0 والواي 0 والزد 0، هذا هو الكومبينيشن. الكومبينيشن الثاني لما تكون 0 0 1، الثالث اللي هي 0 1 0، بعدين ايش؟ 1، بعدين بيختلفوا ايش في 1، يعني في كل مره وكانك بتضيف ايش؟ بتضيف 1 للي قبل. حقيقه هذول ما بتلاقيش اي زي بعض، يعني هذول كلهم different combinations لكل values المحتملة لمين؟ للx والy والzد. اوكي؟ طيب الفانكشن تبعنا امتى لما نحكي له الf equal x or y prime z، معناته هذا الفانكشن بياخذ قيمة 1 لما تكون قيمة الx or y prime z اللي هم ايش تعطيني النتيجة؟ 1. اوكي؟ امتى هذا الاكسبريشن بيعطيني 1؟ لاحظ انه لما تكون الاكس اور معناته كل قيم الاكس لما تكون الاكس قيمتها 1 كلهم بيكونوا ايش؟ قيمه الفانكشن 1. الاكس وين بتكون 1؟ طبعا كلهم 0 اي 1 1 1 1، اذا الفانكشن قيمته هنا ايش؟ 1 1 1 1. ليش القيم هذه كلها 1؟ اخذناهم كلهم 1 للفانكشن، لان حقيقه هذول ديبندات على الاكس، اكس اور اني ثينك راح يكون اكس، ولما يكون الاكس 1 اكيد راح تكون نتيجه ايش للفانكشن اللي هي 1. اوكي، طيب ايش كمان بيجي هون؟ امتى بيكون عندي الجزء الثاني؟ لما تكون الواي برايم والزد قيمتها 1 كمان الفانكشن بياخذ 1. واي برايم طبعا الواي برايم ايش المقصود فيها؟ اللي هي المقصود فيها ايش؟ الزيرو. اوكي، الواي برايم اللي هي لما تكون 0 ولما تكون عندي الزد 1،
إذن هذه 0 1 راح تعطيني قيمة 1 function. هنا ال y prime طبعا هون نزيد بس هون تعتمد على الاكس. فطلع عندي هاي القيم 1 1 1 1 1. إذن هذه اللي ترد تعمل حقيقة الزين this function. اوكي طبعا بتقدر تعملها بطريقة أسهل، بتعملها بطريقة أسهل شو بدك تسوي؟ فور إكزامبل طلع هون تضيف خالي هون لمين؟ لل y not اللي بعطيك ال y not بعدين ايش؟ طلع امتى اللي هي ال y not z امتى تكون قيمتها 1 x امتى تكون قيمتها 1 والفانكشن وبالتالي بتكون قيمته ايش؟ 1. اوكي this is the truth table for this function f equal x or y not. هذا الاكسبريشن ممكن يكون يعني كان كومبليكيتد وكومبلكس واحنا ايش عملنا له سمبليفاي بهاي الطريقه وعملنا له تروث تيبل بهاي الطريقه. اوكي اذا في شغلتين يعني لازم نعملها او لازم نتعلمها. اول شغله لازم نعمل سمبليفاي للفانكشن عشان ايش؟ عشان عمليه تسهيل اللي هو عمليه ريبريزنتنج له في التروث تيبل في لوجيك سيركت. لان هاو تو بيلد ا تروث تيبل فور ا فانكشن طبعا ايش القيم الوانز لهذا الفانكشن. اول شغله خطوه بتعملها بتاخذ كل الكومبينيشنز لكل الفاريبلز الانبوت فاريبلز اكس واي زد بعدين بتحاول ايش تطلع امتى بيكون قيمه الفانكشن هذا واحد وعن امتى بيكون قيمه الاكس 1 اللي هم بيعطوني اللي هم الفور وانز هذول. بعدين ايش نبلش من هون الواي نوت يعني ايش يعني الواي نوت دائما ايش بيكون معناته زيرو لانه الواي ايش بيكون قيمته واحد الواي نوت زيرو. إذا لما تكون ال y not اللي هي 0 في الحالة هذه وفي الحالة هذه. إمتى بتعطيني ال y not z 1 لما تكون ايش؟ قيمة ال z اللي هي ايش بتكون؟ اللي هي 1. إذا هنا ايش؟ الفانكشن بياخذ قيمة 1 و 1. فإذا هاي قيمة اللي ايش؟ هذا الريبريزنتيشن لهذا الفانكشن. اوكي؟ أنا بوصل للسؤال. أنا طيب إذا ما في questions لأن كيف الشغلة الثانية طبعا هذه مش نهاية يعني احنا بس عم احنا لسه يعني بنعرف يعني لسه يعني still يعني we have a lot to talk about الأمور يعني مش نهائية. لأن كيف ممكن نرسم اللوجيكال سيركت لهذا الفانكشن؟ هذا الفانكشن راح يكون هو الأوتبوت يس. طب ايش الانبوت راح يكون؟ الانبوت راح يكون للفاريبلز هذول اكس واي وز ممكن يكونوا 2 فاريبلز ممكن يكونوا 3 فاريبلز ممكن يكونوا 4 وتبقى. فإذا هون راح يكون عندي اكس واي وز. اوكي طيب X or X إذا هون راح يكون في عندي or gate طبعا هاي رسمنا ال or gate X نعملها oring مع مين؟ مع Y not بس أنا هون عندي Y عشان أطلع النط إيش بسوي هنا؟ بعملها إيش؟ بدخلها على invert بتصير إيش؟ هذا بنسميه invert أو inverter اللي هو إيش بيسوي؟ بيسوي لي ال Y لـ Y not. أوكي؟ بدخلها إيش؟ طبعا هاي Y not and Z إذا إيش بعمل and gate بين y not اللي جاية من الانفر مع z. هاي حقيقة ايش الاوتبوت تبعها راح يكون هنا اللي هي y not and z or هاي or gate مع مين؟ مع x. ايش النتيجة بتكون في الفانكشن تبعك؟ اوكي يعني هاي السلايد يعني بلخص لك كل شيء بلخص لك الفانكشن فانكشن امتى راح يكون ياخذ قيم 1 يعني قيمنا ايش ال 1 قيم ال 1 لهذا الفانكشن. ايش التروث تيبل كيف ممكن نعملها لهذا الفانكشن؟ كيف ممكن نرسم لوجيكال سيركت لهذا الفانكشن؟ اوكي مين في عنده اي سؤال على اي جزء من هذه السلايد؟ اوكي مفهوم للجميع؟ لساتكم معي ولا راح الصوت ولا راح صمت غير طبيعي؟ معك دكتور. طيب اذا ايش فهمنا 3 things محمد ناصر. محمد ناصر انت مجرد ما احكي وصرت تحكي يلا تفضل احكي تفضل ايش بدك؟ سؤال تقدر تجيب لوجيك سيركت بدل فانكشن يعني بالامتحان؟ طبعا اكيد يعني انت كل تفكيرك في الامتحان محمد ناصر which is يعني very good. يعني لو حكيت لك ايش الفانكشن لهي السيركت شو f ايش ايكوال وات x or اللي هي طبعا هون في عندي ايش الاكسبريشن اللي هو y not and z
طب كانت تطلع الفانكشن من اللوجيكال سيركت. الان كيف نطلع الفانكشن من هون حقيقه؟ من لو جبت لك التروث تيبل كمان هذه لازم يكون عندك القدره انك تطلع ايش الفانكشن. ايش هو الفانكشن؟ انت احكي لي. انسى هاي هاي طبعا الصيغه المختصره للفانكشن. صحيح الفانكشن ايش يساوي؟ اف ايش يساوي؟ اكس نوت and y not or y not for example x not and y not and z or اللي هي x y not z not عشان تصير واحد or اللي هي x y not z or x y z not عشان تصير واحد or x y z. اوكي الفانكشن لما تطلعوا من هون من التروث تيبل ما راح يكون نفس الفانكشن، راح يكون فانكشن ايش معقد جدا. عشان هيك عمليه السمبليفيكيشن طلع لك اياها ايش بهاي الصيغه. اوكي مره ثانيه هذا الفانكشن شو يساوي حقيقه؟ هو صح هاي الاكسبريشن معطى لنا، بس لو حكيت لك بدي الفانكشن هون، الفانكشن هون اللي هو قيمه ال1 لهذا الفانكشن، الاف ايش يساوي؟ طبعا ايش الواحد موجوده هون، الواحد هنا ايش لما تكون واحد معناته الاكس هذه لازم تكون نط عشان تصير واحد. اكس نط واي نط زد اور اللي هي وين الواحد الثاني هيو اللي هي اكس واي نط زد نط اور اكس واي نط زد اور اكس واي زد نط اور اكس واي زد. هذا هو الفانكشن بصيغته ايش الكومبليكيتد المعقده بيكون بهذا الشكل. After applying rules اللي احنا اخذناهم قبل شوي ورايحين ناخذ في الشابتر اللي بعده اللي هو الكارنوف ماب، فبيطلع عندك ايش بشكل مبسط الفانكشن بهي الطريقه. اوكي وضحت الفكره محمد ناصر؟ وضحت دكتور. طيب عندي كويستشنز، مين كمان في عنده اي سؤال؟ تفضل اسال اللي في عنده اي سؤال. اوكي لا خلينا يعني لسه ما وصلنا النهاية، يعني احنا بس احنا الان بدنا ناخذ ثلاث اشياء رئيسيه بدك تركز عليها اللي هي الاولى الانسبشن اللوجيك سيركت. اوكي بدك تعرف الاولى الانسبشن كيف تعمل تروث تيبل او كيف تطلع الفانكشن من تروث تيبل زي ما حكى محمد ناصر، او كيف تطلع الفانكشن من اللوجيك جيت، او كيف تطلعه من التروث تيبل، او كيف هو نفسه تعمل له تروث تيبل وتعمل له سيركت. اللي بيحكي صوتك بيقطع، انا مش سامع شو اللي قاعد تحكي، بس رجاء يعني ظبط المايك تبعك واحكي عشان نفهم قبل ما نروح على النكست سلايد. تمام في حدا عنده؟ اه هيك تمام تفضل. بس على الاكس ما دام كانت الاكس واحد بقدر اعطيني دائما الانسر، لانه اخرج والباقي ما دام لقيت اخر شيء الاكس كانت الاكس واحد دائما عميد. انا مش سامعك نهائيا، صوتك بيقطع ومش مفهوم نهائيا، عشان هيك يعني نفكر شوي في السلايد وبعدين في نهايه المحاضره بنرجع لها وبكون ظبطت المايك تبعك. انا ما فهمتش ولا كلمه، صوتك كان بيقطع بشكل كبير جدا. اوكي بعدين نكمل فكر. اجل سؤالك لاخر المحاضره. طيب الآن خلينا نيجي على إيش الأشياء اللي بنحكي عنها. أول شيء اللي هي الليترال اللي إيش المقصود فيه اللي هو single variable طبعاً within a term that may be complemented or not، يعني عبارة عن يعني الليترال عبارة عن x y z a b c، يعني هو عبارة عن one variable ممكن نعمل complement، ناخذ complement إله أو prime or not. أوكي
الليترال المقصود فيه اللي هو مش كونستانت 0 او 1، الليترال المقصود فيه اللي هو ايش؟ سنجل فاريبل. طيب الان هون في عندك اكزامبل، يوز البوليان الجبرا تو سمبليفاي البوليان فانكشنز تو برديوس سمبلر سيركتس. اوكي سمبلر سيركتس. طبعا احنا ليش اخذنا قبل شوي الاكزامبل اللي قبل شوي؟ انه عشان نعرف انه السمبل الفيري سمبل اكسبريشن بيعمل لنا سمبل ايش؟ سيركت. بينما لو جينا على الفانكشن حقيقه الفانكشن مكون من ميني تيرمز 1 2 3 4 5 ميني تيرمز very complicated. عشان هيك عمليه سمبليفاينج وصلنا ايش الى very simple logical circuit وكان هذا الهدف. فالان نفرض انه فور اكزامبل عندي الفانكشن اللي هو الاف ايكوال اكس اور اكس نوت واي. طيب كيف ممكن هذا الحكي نعمل له اللي هو سمبليفاينج؟ طبعا هذا الاكزامبل بحلو قدامنا اللي هو ايش تساوي؟ طبعا هاي الاكس واي الاكس برايم واي اللي هي اللي بينهم اللي هي الان يس. فهم سواء كانوا يعني هم لو حطينا اقواس هنا بينهم ما بيختلف اي شيء، لانه دائما الاولويه حكينا لمين بتكون الاولويه؟ بتكون ايش؟ للاقواس وللان، يعني هون الان هي الاولويه. طيب الان شو صار في عندي الاكسبريشن؟ صار عندي بهي الطريقه اكس اور اكس برايم اند واي يس. طيب نعمل ديستريبيوتيف لل اللي هو الاور على مين؟ على الان. تصير عندي equal x or x prime and طبعا هنا ايش and؟ فالان احيانا نحط لها نقطة واحيانا ما نحط لها، يعني it's the same thing. okay هو نفس الشيء and نقطة المعنى ايش بيكون؟ واحد. طيب الان شو صارت عندي؟ x or x prime طبعا هاي and x or y. okay طيب x or x prime دائما بتعطيني ايش؟ دائما واحد. اخذناها في الرولز، حتى لو ما اخذناهاش في الرولز فهي منطقيه، لانه الاكس اور اكس برايم واحده منهم راح تكون 0 والثانيه راح تكون 1 100%، فاذا راح تكون النتيجه واحد. اوكي الواحد اند اني ثينك راح يكون اني ثينك، فاذا النتيجه النهائيه لهذا الاكسبريشن اللي هو ايش راح يكون حقيقه؟ اللي هو اكس اور واي تو ليترالز، يعني مكون ايش؟ طيب لاحظوا انه كان مكون من عندي من ايش؟ من اكس واكس نوت واي، صار في عندي اخر شيء الاكس اور واي. اوكي فبالطريقه هذه بنعمل احنا عمليه تطبيق للرولز. لو حكينا لك الان فور اكزامبل هذا الفانكشن اعمل لي له فور اكزامبل تروث تيبل يا حمد ناصر، شو بدك تسوي؟ امتى بيكون قيمه الفانكشن 1؟ طبعا بنحط الاكس والواي از انبوت يس. طب كم كومبينيشن راح يكون في عندي؟ طبعا احنا بدنا نعمل اكس اور واي يس، اكس لور يعني حتى راح يكون في عندي بس اكس وواي، عشان راح يكون في عندي بس اربع خانات لانه 2 تو ذا باور اكس واي عددهم 2 4، راح يكون عندي 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 بس اربعه. اوكي وين ما كانت الاكس 1 والواي والواي 1 واحده منهم 1 قيمة الفانكشن 1. It's this easy. Okay? It's very easy انك تعمل ايش؟ الفانكشن امبلمنتيشن لهذا الفانكشن. بينما هذا الفانكشن قد يكون انك بتعمل تروث تيبل قد يكون ايش؟ يمكن صعب شوي. عشان هيك عملنا له سمبليفاي. الان it's very easy ان نعمل له تروث تيبل، very easy ان نعمل له جيت. طب كيف بدنا نعمل له جيت؟ X و Y. ما فيش داعي لكل الحكي هذا، كله بندخله بس على 1 and get. طلع معي الفانكشن نتيجة الفانكشن. اوكي فاذا هاي هذا المقصود في عملية السمبليفاينج، وهي المقصود في عملية اللي هو التروث تيبل والجيت اللوجيكال ريبريزنتيشن. طيب في اي سؤال على هذه السلايد؟ اني كويستشنز؟ في حد عنده اي سؤال؟ طيب نيجي اللي بعدها. طبعا اللي بعدها هذول حقيقة هم مش موجودين في السلايد بس انا اضفتهم ليش؟ بس يعني كاكسرسايز لكم، يعني اساس انك تفكر انه كيف انك تتعامل مع هاي الفاريبلز. لافرض انه في عندي فاريبل بهي الطريقه اللي هو A or B or C، طبعا هنا في ايش؟ اقواس، وفي عندي هنا برايم، يعني ايش؟ بدي اعمل كومبلمنت، وكاني حاط اعمل كومبلمنت لكل اكسبريشن. اوكي فكيف بدك تتعامل مع اكسبريشن؟ انت كنت يعني حقيقه مش حابب تتعامل مع ثلاث فاريبلز، فانت ايش؟ اعتبر البي، اعتبر الجزء هذا البي or C، اعتبروا ايش؟ X، اعتبروا variable واحد. اوكي ايش بصير عندي الاكسبريشن؟ A or X prime. اوكي صارت عندك ايش؟
الفانكشن مو سالب، بس انت لا تنسى انه في النهايه راح ترجع الاكس لا بي اور سي. اوكي طيب خذ البرايم لهذا لهذا الاكسبريشن، راح يعطيك طبعا البرايم او الكومبلمنت نفس الشيء كومبلمنت لهذا الاكسبريشن، راح يعكس كل شيء. يعني الايش راح تصير اي برايم، وال اور راح تصير اند، والاكس راح تصير ايش اكس برايم. اوكي طيب الان بما انه وصلنا لهذه المرحله الان نيجي بنعوض الاكس اللي هي قيمتها ايش بي اور سي، ايش صارت عندي اي اند وعوضنا قيمه الاكس اللي هي البي اور سي. لاحظوا انه هنا ايش في برايم للاكس، اذا هنا بدنا نعملها برايم الثانيه، اذا ايش صارت اي برايم اند، اللي بدنا ناخذ الكومبلمنت هنا ايش الكومبلمنت راح يكون، بدنا نعكس كل شيء، البي بدها تصير بي برايم، الاور بدها تصير اند، والسي بدها تصير ايش سي برايم. يس اذا حقيقه في النهايه ايش راح يعطيني اي برايم بي برايم سي برايم، هذا ايش الكومبلمنت راح يكون ايش يطلع عندي بهذه الطريقه. اوكي طبعا يعني اتس فيري ايزي، بس احنا بس تطبيق لايش لهي اللي للثيورمز وكيف انك تمشي في الخطوات، بس احنا من هون بتقدر مباشره انك ايش تحكي اوكي هذا الكومبلمنت الاي راح تكون اي نوت اند بي نوت اند سي نوت. يعني هو المثال سهل جدا، بس ايش المقصود فيه؟ انك تعلم الخطوات، يعني ايش الستبس تو سولف ذا بروبلم. اوكي اذا كان في عندك الوت فاريبلز تقدر ايش تحط فاريبل مؤقت اللي هو ايش تخزنه في فاريبل مؤقت تشتغل معه فاريبلز، بس ايش تخلص النهايه ايش ترجع تعوض مره ثانيه. اوكي طبعا هون طلع احنا استخدمنا ايش باي ثيورم 5 اي دي مورغان، بعدين سبستيتيوت، بعدين ثيورم 5 دي مورغان، بعدين ايش نحط اللي هو اسوشيتيف، تطلع معنا ايش بهذا الشكل. ايش المقصود بالاسوشيتيف؟ انه الاقواس مش مهمه في حاله الان، يعني سواء كانت حطيتها هون او حطيتها هون او شلتها نهائيا كلهم اند فما راح تختلف نهائيا. اوكي طيب اذا المقصود في هذا الاكزامبل هو الستبس، انه لازم هاو تو ثينك اباوت الثيورمز وايل يو ار دوينج ذا اكسبريشن. اوكي طيب ناخذ كمان اكزامبل، وحكينا الافضل يكون معك قلم ورقه على اساس انك تفهم الامور بشكل افضل. وكيف تدرس الماده؟ يعني انت خذ الاكسبريشن وحاول تعمله سمبليفاي باي يور سيلف. طيب الان لوز اوف بولين الجبر اكزامبل، خلينا ناخذ هذا الاكزامبل يوزينج الاباب لوز. طبعا الاباب لوز اللي هم اللوز اللي اخذناهم قبل شوي دي مورغان، واخذنا الاسوشيتيف واخذنا الديستريبيوتيف واخذنا الايدنتي واخذنا كلياتهم هذول الرولز، لازم تكون عارفهم عشان ايش تحل اي اكسبريشن بوجهه. الان لاحظ الاكسبريشن بيعطيني مش عارف، انا حاطط لك كيو ايكوال الفانكشن شو يساوي اي بلس بي اند اي بلس سي. طبعا انا بحكي بلس بس هي حقيقه هي مش بلس هي اور، يس اي اور بي اند A or C. اوكي طيب كيف ممكن نعمل هذا نحل سؤال بهذه الطريقه؟ مباشرة يعني ايش بدنا احنا؟ بدنا نفك الاقواس هذه كلها، نشيل الاقواس ونخلي الاكسبريشن ايش موحد عشان بعدين نعمل الاتصالات اللي بدنا اياها. فاذا نستخدم اول شيء نستخدم ايش اسمه الديستريبيوتيف لو اللي هو بنيجي فور اكزامبل الـ A اللي هي ايش بدها تكون؟ الـ A طبعا هون في عندي اند الـ A اند الـ A or A and C or B and A. طبعا كاتب هون A B or B C. إذا إيش الطريقة هذه؟ شلنا الأقواس كاملة صار الإكسبريشن دي إيش بهي الطريقة. أوكي الآن إيش هذا الديستريبيوتيف لو؟ إنه إيش عملنا ديستريبيوت اللي هو بتوين اللي هم الأقواس هذه شلناهم بهي الطريقة، بيعمل ديستريبيوت على ايش؟ على على كل السكن اكسبريشن. بس هو لاحظ انه في عندي اجين اي، طبعا ايش العلاقه بين اي والاي هذه؟ اللي هي ان، طبعا اي اند اي، اي مع كل اند كل الموجود هنا، اور بي مع كل الموجود هنا، اي اند اي، اور اي اند سي، اور بي اند اي، اور اي بي. الترتيب مش مهم، A B B A نفس الشيء مش هيك؟ وبعدين ايش؟ R B C. طيب الآن ايش الخطوة اللي بعدها؟ اللي هي اللي بيسموه اللي هو الـ Equivalent and Law اللي هي الـ A and A طبعا تعطيني A بكل بساطة، يعني بنشيل الـ A بصير A. يس طيب A صارت عندي A
ار بي سي. اوكي طيب ليش عملنا هذا الحكي؟ طبعا يعني هو هذا الحكي انه مكرر لان الاي اللي بتساوي ايه. اوكي طيب فاذا وصلنا الى انه ايش اللي هي طبعا هذه المفروض انها ما تكونش هنا يعني هذه لازم نشيلها. اوكي هذه لازم نشيل طبعا هذه ايش لازم نشيلها حتى لانه ايش هاي الخطوة السابقة يعني هذه عبارة عن الخطوة السابقة. وعندي الاكسبريشن طبعا هذه ايش هنا صار عندي الاكسبريشن الان صار عندي a or ac or ab or bc. اوكي طيب لان كان نطلع ال a عامل مشترك يعني زي الماثماتكس بطلع ال a هنا لانه ال a موجود هنا في الاكسبريشن هذا موجود في الاكسبريشن هذا بشكل. طيب طلعها هنا صار عندي a and طبعا اللي هي 1 or c لانه لو بدك ترجعها اصلا A or AC نفس الشيء. فإذا إيش طلع لي A عامل مشترك بين الاثنين هذولا بصير عندي إيش A and E1 اللي هي إيش or C. طيب شو رأيكم في ال1 or C هذه إيش دائما بتكون النتيجة تبعتها 1 دائما أنه في عندي هنا 1 or anything راح يعطيني إيش 1 شو ما كان قيمة C 0 or 1 هي or 1 راح تطلع معي 1. إذن شو صارت عندي النتيجة A and اللي هو هذا الاكسبريشن كامل صار عندي 1 and 1 or كمل A and B والBC. اوكي طيب A and 1 ايش النتيجة طبعا هاي ايش بسميها الايدنتيتي or الايدنتيتي and law الايدنتيتي مش or and law انه دائما ايش دائما انه A and 1 دائما ايش تعطيني نتيجة A حقيقة هذه ايش ال 1 تختفي فبضل عندي ايش ال A or AB. اوكي طيب طبعا هذا يعني بعرفش ان هاي الامور هذا اخذناها قبل شوي الان طلع صارت في عندي ايش اللي هذه صارت A هذه AB وهذه BC لسه في عندي مشترك بين اللي ايش ال A طلعناها الآن شو صارت عندي 1 طبعا هنا ايش or b. اوكي صارت خارج ال a هاي 1 or b again ال 1 or b ايش راح تعطيني النتيجة تبعتها 100% اللي هي دائما ايش 1 لانه شو ما كان قيمة ال b or 1 راح تكون ايش فاذا ايش راح تكون نرجع مرة ثانية a وهذا الاكسبريشن كامل راح تكون الفاليو تبعته ايش اللي هي 1 اللي من الأقواس راح يعطيني قيمة دائما ايش بتكون هي الأقواس. إذن A and 1 اللي هي نفسها A or BC. A or BC اوكي. فصارت عندي ايش الاكسبريشن في النهاية اللي هو ايش راح يكون؟ ضل ايش نسوي أكثر من هيك؟ I don't think راح يضل فينا ايش نسوي أكثر من هيك. طبعا هذه الشيء اللي دايما شرحناها. النهاية ايش راح تساوي A or B C. اوكي اذا هذا الاكسبريشن الكيو طبقنا عليه تقريبا معظم اللي هم الاشياء الرولز اللي اخذناها وصلنا الى انه الكيو ايكوال A or B C. اوكي هل ممكن نختصره اكثر من هيك حقيقة؟ I don't think so but you can try. حقيقة انا don't think انه ممكن نختصره لاكثر من هيك. اوكي طيب مين في عنده سؤال على هذا الاكزامبل؟ Any question for this example؟ إذا الأمور سهلة جدا يعني all what you need to do is to think about the expression and to remember these rules and life will become very easy. Okay؟ Learn for example complement function Morgan's theorem. يس محمد تفضل. صار علينا على الثنتين محاضرة كالكولس 1. طيب الآن
خلينا نوقف لحد هنا معناته، والمحاضرة القادمة إن شاء الله بكرة نكمل اللي هي محل موقفنا، عشان المحاضرة العقدتين مستحيل، عقدتين وربع يا زلمة.